تعالوا مع بعض ناخد درس التريك الوحيد المقرر على العلم. الدرس ده احنا خدناه زمان في اولى ثانوي، اللي هو درس الالفيجن والديبريجن، زوايا الارتفاع والانخفاض. حبيبي السادة، كنت واقف في الشارع بتبص على العربيه، الري اللي واصل بين عينيك والعربيه ده نقول عليه هوريزونتال لاين، ده مستوى الابصار بتاع عينيك. صاحبك واقف في الدور الثاني، سادتك بترفع عينيك تبص لصاحبك. الفرق بين التوريز دول، الفرق بين التوريز دول نقول عليه الليفيجن انجل، نقول عليها الليفيجن انجل. يبقى الليفيجن انجل بمنتهى البساطه هي شخص في مستوى منخفض بيبص لحاجه اعلى منه، عشان كده لازم الليفيجن انجل تبقى فوق الهوريزونتال، فوق مستوى الابصار بتاعي. ده مستوى الابصار اللي هو عينيا ربنا خلقه لي، ابص فوق مستوى الابصار يبقى ابص بالليفيجن انجل. صاحبك بيبص على الجيران، صاحبك بيبص على الجيران، سيادتك لما بتنادي عليه بينزل عينيه عشان يبص لك، قوم يبص لك بانجل نقول عليها ديبريجن انجل، ديبريجن انجل، وكلمه الديبريجن انجل معناها زاويه انخفاض. شخص في مستوى مرتفع بيبص لحاجه اقل منه نقول عليها ديبريجن انجل. يبقى الشخص اللي تحت يبص للي فوق بإليفيجن انجل، لان الإليفيجن تبقى فوق الهوريزونتال. الشخص اللي فوق يبص للي تحت بديبريجن انجل، لان الديبريشن انجل تبقى تحت الهوريزونتال. ربنا ما خلقش حد احسن من حد، احنا الاثنين بنبص بنفس الانجل، لان هما في الاخر الترنيت انجل. الاليفيشن بتساوي الديبريشن عشان هما الاثنين في الاخر الترنيت انجل. الدرس بتاعنا بسيط جدا وسهل قوي. الدرس بتاعنا ثلاث خطوات بالظبط، مالهمش ربع، ثلاث خطوات بالظبط. الخطوه الاولى برسم، برسم الرسمه اللي هو مديهاني، واخد بالي الاليفيشن من تحت لفوق، الديبريشن من فوق لتحت. الالفيجن تبقى فوق الهوريزونتال، الديبريشن يبقى تحت الهوريزونتال. بعد ما برسم بجيب الانجلز اللي في الفيجر كله، بجيب الانجلز اللي في الفيجر كله. بعد كده لازم اشتغل في تريانجل في سايد، انا عارف لازم اشتغل في تريانجل في سايد معلوم، اشتغل بالساين لوب الكوزاين لوب اللي خدناه في الترم الاولاني، اقدر اجيب سايد يساعدني في ايجاد السايد اللي انا عايزه. هي كل المسائل نفس الفكره، ترسم تجيب الانجلز، تشتغل في تريانجل معلوم، ومنها تجيب السايد اللي انت عايز تجيبه. تعالوا مع بعض نخش في افكار جميله وبسيطه قوي. تعالى نبتدي باكزامبل نمبر 1 الموجود قدامك في الملزمه. اول مثال بسيط جدا، بيقول لك فروم ا بوينت اون ذا جراوند ليفل، من نقطه على سطح الارض. امان فون ذا ميجر اوف ذا اليفيشن انجل اوف ذا توب اوف ذا تاور از 30 ديجري. من نقطة على سطح الأرض، راجل كان بيبص على التوب بتاع التاور كان بيبص له بإليفيشن أنجل 30 ديجري. بيقول لك وين هي ووكد 50 مترز أون ذا هورزنتال رود توورد ذا بيس أوف ذا تاور، الراجل ماشي في اتجاه التاور. أسأل سؤال للناس الحلوة، أما الراجل يمشي في اتجاه التاور يا ترى لما يرجع يبص للتوب بتاع التاور الإليفيشن أنجل تزيد ولا تقل؟ الولد اللي بيفهم تزيد. وأنت جاي بعيد عن التاور في أول الشارع تشوف التاور صغير كده وشايف الطب بتاع التاور بسهوله، لكن كل ما تقرب من التاور يبان لك التاور بالحجم الطبيعي بتاعه، فتضطر ترفع راسك عشان تشوف الطب بتاع التاور، لازم الفيجن انجل تزيد. هي فاوند ذات ذا الفيجن انجل اوف ذا توب اوف ذا تاور از 42، الالفيجن انجل زادت ذات 42. فايند ذا هايت اوف ذا تاور تو ذا نيرست ميتر، انا عايز ارتفاع التاور واعمل ابروكسيميشن في الاخر. ادي يا حبيبي التاور بتاعنا بمنتهى البساطه، ادي التاور بتاعنا. الراجل اهو كان واقف في النقطة دي بيبص للطب بتاع التاور بإليفيجن أنجل 30 ديجري. الراجل مشي من النقطة دي راح للنقطة دي، مشي مسافة 50 متر، رجع بص مرة تاني للطب بتاع التاور بص له بإليفيجن أنجل أكبر اللي هي 42. عايز أجيب ارتفاع التاور. أنا حبيبي رسمت الرسمة خلاص، مسألة بسيطة وسهلة جدا. الراجل كان واقف في البوينت دي بيبص للطب بتاع التاور ب 30، مشي 50 متر في اتجاه البيز بتاع التاور، رجع بص للطب تاني 42. ابتدي احط الليترز بمزاجي بقى، احط الليترز زي ما انا عايز، انا هكتبها لك زي ما موجوده في الورق، هنا الاي وهنا البي، انا خدت التاور اي بي. البوزيشن الاولاني بتاع الراجل كان عندي السي، البوزيشن الثاني كان عندي الدي. انا عايز ايه يا حبيبي؟ انا عايز اجيب اللينس بتاع التاور، عايز اجيب الاي بي، ما بفكرش. اول خطوه عملتها ان انا رسمت. الخطوة الثانية أجيب الأنجلز على طول من غير تفكير وبالآلة بتاعتي. الأنجل دي 42 أجيب السبلمنتري بتاعتها 180 ماينس 42 تبقى الإجابة 100 كام؟ لو شاطر بفهم 38.
اقدر اجيب الانجل دي شايف المثلث الصغير ده 180 ماينس وافتح براكت 138 بلس 30. هل الخطوات دي اكتبها؟ يا عم اكتبها، مش هتفرق معانا في حاجه، الانجل دي هتبقى ب 12. فولد يقول لك يا مستر انا اقدر اجيب الانجل دي بطريقه ثانيه، ال 42 تعتبر اكستيريور والانجل دي تعتبر اكستيريور بسبب الصمشه بتاعت تو انجلز دول مع بعض. اي طريقه يا عم، المهم تجيب لي الانجلز اللي جوه المثلث كلها. الانجل دي ب 90، الانجل دي ب 90، اعرف اجيب الانجل دي. طبعا الناس الحلوه بتفهم 180 ماينس 90 بلس 42 تبقى الانجل دي على طول للناس الحلوه 48. كلام بسيط وجميل قوي، انا كده جبت كل الانجلز الموجوده في الفيجر. تعالى مع بعض نلعب بقى. فين الترينجل اللي انا هشتغل فيه؟ الترينجل اي دي سي، مش بمزاجي، لازم اشتغل في المثلث اي دي سي الاول، لان انا معايا السايد سي دي. هو لو سينس انترينجل، انترينجل اي دي سي بالساين لو على طول. انا قررت ان انا اجيب السايد اي دي، فاقول اي دي على ساين الانجل قدامه اللي هو ساين 30. في الورقه انا كاتب لك بالتفصيل، براحتك بقى اكتب بالتفصيل، المهم انك انت تجيب لي الاجابه. بعد كده هقول سي دي اللي هو ال 50 على ساين الانجل اللي قدامه اللي هو ساين 12. كروس مالتيبليكيشن اجيب الاي دي، يلا مين شاطر يجيب لي الاي دي؟ هضرب ال 50 في ساين ال 30 على ساين 12 على طول. في ثواني بالاله نحسبها، هتطلع الاجابه 120.243 متر. يا سلام الولد الشاطر، جبنا اللينس بتاع الاي دي، يجي على الرسمه بتاعت الاي دي واكتب اللينس بتاعه 120.243 متر. اخش في المثلث اي بي دي، انا عايز اجيب اللينس بتاع الاي بي. فؤاد يقول لك يا مستر كان ممكن نجيب الاي سي وبعد كده اشتغل في الترينجل الكبير. يا عم اي طريقه، ده كلام بسيط وسهل، الطريقه اللي تعجبك حل بيها. انا جبت الاي دي، من الاي دي هجيب الاي بي، هشتغل في التريانجل اي بي دي، هقول له كده سينس انتريانجل، انتريانجل اي بي دي. في ثواني هكتب الريشيو اللي انا عايزه، انا عايز الاي بي، ابتدي بالاي بي، هكتب كده اي بي اللي انا عايزه، اكتبها تحت عشان تبان شويه، اي بي اللي انا عايزه على ساين الانجل قدام اللي هو ساين ال 42 ايكوال السايد اللي انا جبته اللي هو الاي دي اللي هو 120.243 على ساين الانجل قدامه ساين 90. في ثواني يا حبيبي كروس مالتيبليكيشن اجيب الاي بي، اجيب الاي بي ازاي؟ 120.243 في ساين 42 على ساين 90. كلام بسيط قوي ولذيذ قوي، يطلع الاي بي اللي انا عايزه. بص في الورق قدامك وانت تحسبها مع نفسك، يطلع 80.454. عايز اعمل ابروكسيميشن، الفور دي تزود ما تزودش؟ لا ما تزودش، يبقى الاجابه 80 متر، يبقى تقريبا ارتفاع البرج ده هيبقى 80 متر. مسألة بسيطة وسهلة جدا. الراجل كان واقف عند السي بيبص للطب بتاع التاور بالفيجن انجل 30. مشي 50 متر، رجع بص للطب بتاع التاور بالفيجن انجل 42. كلام بسيط وسهل. خش على مثال رقم 2. بص في مثال رقم 2 في حتة ناقصة في مثال رقم 2. From the top of the house is 15 meters high. ارتفاع الهوس 15 متر، مش موجود عندك في الورق، خد بالك منه. From the top of the house is 15 meters high. The measure of the elevation angle of the top of the tower is 67. انا كده انا فهمت عندي حاجتين. انا عندي هوس وعندي تاور. الاثنين قدام بعض. عندي هوس ارتفاع 15 متر. وعندي تاور قدامه. عرفت منين يا مستر ان التاور اعلى من الهاوس؟ هو قال لي، لان هو قال لي فروم ذا توب، فروم ذا توب اوف ذا هاوس ذا الفيجن انجل اوف ذا توب اوف ذا تاور، فعرفت على طول التاور اعلى من الهاوس. يعني الراجل كان واقف عند الطب بتاع الهاوس، اول حاجه ارسمها ارسم الهوريزنتال، مفيش رسمه من غير هوريزنتال. بيقول لك فروم ذا توب اوف ذا هاوس از 15 متر هاي، ذا ميجر اوف انجل اوف الفيجن اوف ذا توب اوف ذا تاور از 67. يبقى الزاويه اللي فوق دي هتبقى ب 67. كلام بسيط قوي وجميل قوي، وانا برسمه ما بخافش، كلام بسيط وسهل جدا. كمل. And the measure of the depression angle، ايه ده؟ ده الراجل لما بص للطب بتاع التاور عشان هي اعلى منه بص لها بالفيجن، هيطلع يبص للباب بتاع التاور للبيز بتاع التاور، بس دي اقل منه فهيبص لها بديبريشن انجل. خد بالك من الغلطه اللي جايه هنا. And the measure of the depression angle of the base is 35.
الراجل هينزل عينيه يبص للبيز بتاع التاور بسيرتيفاي. اللي يحط لي السيرتيفاي هنا باظت المساله. الديبريشن تبقى تحت الهوريزنتال، تحت الهوريزنتال. خد بالك الانجل دي ب 90 والانجل دي ب 90 والانجل دي ب 90. كلام بسيط وكلام سهل. انت عايز مني ايه؟ بقول لك فاين ذا هايت اوف ذا تاور، انا عايز ارتفاع التاور ده كله. قال لي جمله جميله قوي، وير ذا بيز اوف ذا تاور اند ذا بيز اوف ذا هاوس ار ان ذا سيم هوريزنتال بلين. هما الاثنين على نفس المستوى. جمله مش هتفرق معايا في الحل، لكن معناها الرياضه جميل جدا ولذيذ قوي. انا هبتدي احط الليترز، انا هاخد الهاوس هو الاي بي، وهاخد التاور هو السي دي. هكتب الليترز اللي انا كاتبها، وهنا الاي. خد بالك كلام بسيط وكلام جميل جدا ولذيذ قوي. يلا مين يلعب بقى معايا؟ مسالتي انتهت. انا رسمت، مسالتي انتهت. ابتدي اجيب الانجلز في الفيجر كله. الانجل دي ب 67 ودي ب 90، اعرف اجيب الانجل الناقصه دي. يلا مين شاطر يقول لي الانجل الناقصه دي هتبقى بكام؟ للناس الحلوه تبقى ب 23. الانجل دي 35 تنزل تحت ب 35 زيها. خد بالك الانجل دي كلها ب 90، ما هو سالتك التاور ده واقف كده، مفيش تاور مايل هنا. وما اعرف اجيب الانجل جنبها دي 35، 90 وهنا 35 تبقى 55. عايز تجيب الانجل دي كمان هتبقى 55 زيها، عشان الاثنين دول الترنيت انجل. انا كده خلصت مسالتي. انا اقدر احل مسالتي بكذا طريقه؟ طبعا اقدر احل مسالتي بكذا طريقه، مش هتفرق معايا صدقني، اقدر احلها بكذا طريقه. انا هشتغل في الترانجل اي بي دي، اشمعنى مثلا تشتغل في المثلث الاولاني اي بي دي؟ عشان معايا سايد معلوم اللي هو الاي بي. اجيب اللينس بتاع الاي دي. جبت اللينس بتاع الاي دي اشتغل في الترانجل الكبير اللي هو الاي دي سي، اجيب الدي سي مره واحده. يلا نلعب شويه مع بعض، كلام كله سهل قوي. هو له سينس انتريانجل، انتريانجل اي دي سي. اشتغل في المثلث، سوري اي دي بي. يلا في المثلث اي دي بي اجيب السايد اللي هو الاي دي. هقول اي دي على ساين الانجل اللي قدامه اللي هي ساين 90. ايكوال السايد المعلوم اللي هو الاي بي اللي هو 15. على ساين الانجل اللي قدامه اللي هو ساين 35. في ثواني كروس مالتيبيكيشن اجيب الاي دي. يبقى اي دي هجيبه ازاي؟ 15 في ساين ال 90 على ساين ال 35. بالآلة بتاعتي احسب الكلام ده ما تقربش. هيبقى 26.1517. يا عم كلام بسيط وسهل قوي، طبعا متر. يا سلام اما اطلع على الرسمة اكتبها. اي دي هيبقى 26.1517 متر. ارجع اشتغل في المثلث الكبير اللي هو الاي دي سي. خد بالك وانا بشتغل في المثلث الكبير اي دي سي كان الاي اي ده مش موجود، كاني مش شايفه. يبقى انا هشتغل في المثلث الكبير اي دي سي في ثواني. اقول له سينس انتريانجل، انتريانجل اي دي سي، كان الاي اي دي مش موجوده قدامي. انا عايز السي اي، سوري عايز السي دي. يبقى السي دي ده على ساين الانجل دي كلها. خد بالك الانجل دي كلها. يبقى السي دي ده على ساين الانجل اللي قدامه اللي هو السي اي دي. يعني هجمع ال 67 وال 35، اما اجمعهم يبقى 102. عشان كده هقول سي دي اللي انا عايزها على ساين ال 102. ايكوال السايد اللي انا جبته اللي هو الاي دي اللي هو 26.1517 على ساين الانجل اللي قدامه اللي هي ساين 23. ايه يا عم يا فات دي؟ ده كلام بسيط وسهل قوي. اقدر اجيب السي دي كروس مالتيبيكيشن، جبنا السي دي. هضرب ده في ده على ده بالاله واجيب السي دي. عايز اعمل ابروكسيميشن مش اعمل ابروكسيميشن مش هتفرق معايا. بص في الورق الاجابه طلعت 65 ان شاء الله. كلام بسيط وكلام سهل ان شاء الله. خش على مثال رقم 3. من الامثله انا بحبها جدا مثال رقم 3، مثال جميل. بيقول لك ذا تاور اوف هايت 100 متر ستانس اون هيل. انا عندي برج، برج اهو. البرج ده طوله 100 متر، مبني على جبل صغير. كلمه هيل هنا كده معناها جبل صغير. انا رسمها لك هنا، ادي الاي بي ده انا اعتبرته هو التاور، والهيل بتاعي طبعا اللي هو البي سي. كلام بسيط بتاع اخر السنه، مش لازم نرسمها له مجسمه يعني، مش لازم، بس انا برسمها لك هنا عشان افهمك الفكره. بقول لك يا حبيبي فروم ا بوينت اون ذا جراوند ليفل، من نقطه على سطح الارض، زي ما انا رسمها لك قدامك ده نقطه دي. المثال ده جميل قوي. فروم ا بوينت اون ذا جراوند ليفل ان ذا سيم هوريزنتال بلين كونتيننج ذا بيز اوف ذا هيل. الاثنين دول في مستوى واحد. يعني الراجل كان بيبص او النقطه او الجهاز اللي انت بترصد بيه
وهو في البيت وهو والبيس على مستوى واحد. الحته دي جميله قوي، نفسي تبقى فاهم. كمل بقى معايا. The measure of elevation angle of the top and the base of the tower are 76 and 46. بحب المثال ده. 76 دي ده الالفيجن انجل بتاع الطب، خد بالك من الحته الجميله دي. و46 ده الالفيجن انجل بتاعت البيز. طبعا الجهاز بيرصد الطب بتاع التاور، هيبص بانجل كبيره، يبقى الكبيره دي كلها هي 76. لازم الانجل دي تتقسم الهوريزنتال، لو ما خدتش بالك من الحته دي باظت المساله. الجهاز كمان هيرصد البيز بتاعه التاور، خد بالك الالفيجن انجل تتقسم الهوريزنتال تبقى 46. الفرق بين ال 76 وال 46 ال 30 تتحط في النص. اللي مش هيحسب الانجل ابتداء من الهوريزنتال باظت المساله معاه. مساله جميله وبسيطه قوي. يبقى الطب بتاع التاور كانت كبيره الانجل، لان التاور الطب اعلى من البيز، فالجهاز لازم يبص لها بانجل كبيره، لازم يبص لها بانجل كبيره اللي هي 76، ولازم الانجل تتحسب بالهوريزنتال 76. بعد كده هيبص للبيز بالفيجن انجل صغيره 46. الفرق بينهم 30. اوعى تغلط وتحط لي ال 46 مكان ال 30. انا مش هحل لك المثال ده، المثال انتهى بقى، بقى مثال بسيط وسهل قوي. انا عايز اجيب الهايت بتاع الهيل اللي هو البي سي. اول حاجه يا حبيبي انا هبتدي اجيب الانجلز في الفيجر كلها، مش محتاج اجسم، خلاص المساله سهله. انا ما اعرفش اجيب الانجل دي، اي ولد بيفهم الانجل دي هتبقى كام؟ وشاطر بفهم، هتبقى 14 ان شاء الله، بقت سهله وبسيطه قوي. واقدر كمان اجيب الانجل دي، واقدر اجيب السبلمنت بتاعتها. انا مش هحللك المثال، المثال بقى سهل وبسيط قوي. انا شايف في التريانجل اي بي دي، بص في الورق المستر شايف في المثلث اي بي دي، طبعا الانجل دي هتبقى 36. هشايف في المثلث اي بي دي، جبت اللينس بتاع البي دي، قلت بي دي على ساين ال 14 ايكوال ال 100 على ساين ال 30، وجبت البي دي زي ما موجود في الورق. بعد ما جبت البي دي اشتغل في المثلث الصغير ده، اشتغل في المثلث الصغير ده واعرف اجيب البي سي اللي هو الهايت بتاع الهيل. درس جميل جدا ولذيذ قوي ان شاء الله، عشان خاطر ذاكره وهنرجع ناخد فيه مسائل تاني ان شاء الله.